إن إخطار إسرائيل لسكان شمال غزة بمغادرة أراضيهم ومنازلهم ومستشفياتهم خلال 24 ساعة هو أمر مثير للسخط، ويمثل هجوما على الرعاية الطبية، بل ويمثل هجوما على الإنسانية. نحن نتحدث عن أكثر من مليون إنسان في هذه الحالة. لقد شهدنا باستمرار استخدام لغة مهينة وغير إنسانية، وهذا العنف هو نتيجة لذلك. ما يحدث الآن غير مسبوق تماما. أحياء كاملة في غزة تدمر بالكامل، الآلاف يقتلون، ويجب أن يتوقف هذا فورا. ندين بأشد العبارات هذا الإخطار الإسرائيلي.